في الرئيس المدير العام الاسبق لمجمع سوناطراك عبد الحق ابو حفص حسب بيان لمجمع سوناطراك حيث عز الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حاشيشي عائله الفقيد راجيا من المولى عز وجل ان يتغمده برحمته الواسعه ولتذكير فان المرحوم تراس مجمع سوناطراك في الفتره ما بين سنه 2000 و 2001. إن لله وإنا إليه راجعون